قواعد الكبرى في تعميق العلاقات، كيف الناس يحبونك مباشرة، عندك شغلتين بس، تسوي حاجتين بس الناس تحبك، تأثر قلوبها من حتى من أول لقاء. شغلتين: أن تشعره بالأهمية، تكنيه، تبتسم في وجهه، تستمع له، تقرب له المركة، تحط له هذا عشان يتسند، تشعره بالأهمية. لما تشعرني بالأهمية أنا أشعر أن لك أيضا أنت أهمية. الأمر الآخر أن تهتم باهتماماتي. ذلك القاعدة تقول في قضية أسر قلوب الناس هي أن تهتم بما يهتم به من تهتم به، بس أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. أنت تهتم بمن؟ أبنائك. طيب ما هي اهتماماتهم؟ اهتم فيها. ما في أجمل يا جماعة، ما في أجمل من واحد يكلمك عن شيء تحبه أنت، وما في أثقل من واحد يكلمك عن شيء هو يحبه. أقدر يسولف عن هوايته وأنت تمل. ذلك لما جاءت الصحفية الأمريكية تسوي مقابلة مع سجين أمريكي، تهمته أنه تزوج 233 حرمة، فجت تقول له: أنت كيف استطعت تخدع 233 حرمة؟ قال لها: ستوب، سؤالك خطأ، أنا ما خدعتهم. قال: طيب كيف السؤال؟ قال: اسألي كيف استطعت أن تقنع 233 حرمة. قالت له: أوكي، كيف استطعت أن تقنع 233 حرمة؟ قال: بسيطة، كل واحدة إذا جلست معها كنت أحدثها عن نفسها. بس معلومة حلوة، معلومة للخرفة أنا حلوة. لا، هذه ممكن تكسب الناس فيها. يعني لا شك، يعني بكسب الفهيد قاعد أتكلمه عن نفسه، أنت إنسان رائع، أنت إنسان ممتاز. لا شك، عن اهتماماته. لذلك يذهب الوقت سريعا مع إنسان يكلمك عن اهتماماتك. مرة واحد اسمه ألبرت شالديني سوى دراسة بنى عليها أساس فن الإقناع كله، والدراسة هي التالي: راح درس سلوك أنثى الديك الرومي، شاف سلوكها، فاكتشف التالي: اكتشف أن أنثى الديك الرومي تحب أبنائها بشكل عجيب جدا، وإذا أرادت أن تحتضن أبنائها يجب أن يقول الابن الصوص، يقول تشيب تشيب، اللي هو صوت الفرخ وهو ينده لوالدته، يقول تشيب تشيب، وهو اسم النظرية بالمناسبة، اسمه نظرية تشيب تشيب. فاكتشف التالي: أن أنثى الديك الرومي تحب أبنائها إذا قالوا تشيب تشيب. طيب ما هو أعداء وأكبر عدو لأنثى الديك الرومي؟ هو يعرف الآن شو تحب، يبغى يعرف شو تكره. فبحث وجد أنها تكره ابن عرس أو النمس، ما تحبه، إذا شافته تثور وتتحول من أنثى ديك رومي من دجاجة إلى أسد، وتهاجمه وتبعده. فهو قال: طيب هي تحب الأبناء إذا قالوا تشيب تشيب، وتكره كثيرا النمس أو ابن عرس، ما تحب أبدا حيوان. فقال: طيب، راح جاب دمية على شكل ابن عرس، دمية، وركب فيها مسجل تشيب تشيب، حط الدمية. أول ما شافت الدمية هجمت عليه، جت تضرب الدمية، شغل التشيب تشيب، وقف الدجاجة يعني سنها تفكر إيش اللي يعني إيش اللي صار. فلما شغل التشيب تشيب إيش تتوقعون صار؟ احتضنته. لكن تتخيل أنها تحتضن العدو. ثم أظهر أولى قواعد الإقناع وعليها أسس الإقناع، أن لكل إنسان في هذه الحياة تشيب تشيب خاص به، فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميم. متى ادفع بالتي هي أحسن، وبالتالي تستطيع أنت عندما تعرف التشيب تشيب خاص بوالدك، وش يحب وش يكره، بوالدتك وش تحب وش تكره، تظل الأم مهما كان عمرها تظل في نظر نفسها بنت، فتاة، تحب أنك تقولها شعرها، ملابسها، عطرها، اشكرها على طبخها، اشكرها على سلوكها، على وجودها في الحياة، اشكرها، وبالتالي أنت تحسسها بقيمتها. أن تشعره بالأهمية، أن تتحدث عن اهتماماته جميعها. محمد صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، شعار بالأهمية، ما فعل النغير؟ حديث عن الاهتمامات. النغير اللي هو طيره، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: شو سوى طيرك؟ الطير بالنسبة لذلك الطفل وش يعني؟ الحياة، تعني الحياة، كل اهتمامات. فحدثه بما يهمه، فكان يحب ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب ملاقات محمد صلى الله عليه وسلم.